مرحبا أصدقاء ما لا يخطر على بالك، نقدم لكم جديد سلسلة آخر الأخبار المشوقة. هذه هانا ساباتا، عمرها 19 عاما من نبراسكا، لديها قناة على اليوتيوب. يوم 27 نوفمبر لعام 2012 قررت أن تسرق بنك وصممت خطة، بالإضافة إلى امتلاكها سلاح. أخفت وجهها ثم استطاعت أن تسرق سيارة، ثم توجهت إلى بنك كورنرستون وهددت الموظفين وسرقت 6000 دولار منه. وبعد هذه العملية من تلك الفتاة العبقرية، الشرطة لم تكن تعرف من وراء السطو، ولم يكن لديهم أي معلومات، وأغلقوا القضية. ومن شدة سعادتها قامت باحتفال، وقررت الاعتراف بتصوير فيديو وهي تحت تأثير المخدرات، وعرضت المال على المتابعين مع بعض الرقص وسماع الأغاني. وكم هي مسرورة وتشعر بالسعادة المطلقة بسبب نجاح العملية. ولم تكتفي بذلك فقط، بل قامت بشرح كيفية سرقة السيارة وكيفية دخولها البنك وأنها أفضل فتاة في العالم. وفي اليوم التالي تم القبض عليها، وتعتبر هذه أسهل قضية سرقة عرفت في التاريخ، وهذا بسبب كثرة ذكائها الخارق. وهي حالياً تقضي عقوبتها في الحبس لمدة 20 سنة وبدون أي إفراج مشروط. ومن نبراسكا إلى لبنان، معنا هنا تمثال من تصميم الفنانة اللبنانية حياة ناظر، صممته من بقايا مخلفات انفجار بيروت تخليداً للضحايا، وتم نصب التمثال في الجهة المقابلة لموقع الانفجار. ويوجد في هذا التمثال ساعة متضررة تشير إلى 6:08 مساءً وقت وقوع الانفجار. كل التعازي لأهل لبنان الحبيب. انتهى رنتان، سر شهرته على تطبيق تيك توك عدم قيامه بأي شيء سوى التحديق في كاميرا هاتفه فقط. فيتنامي يستمد نجوميته عبر التطبيق الصيني بفيديوهات لا يفعل فيها شيئاً سوى النظر لشاشة هاتفه، مستقطباً 500,000 متابع و 7.8 مليون إعجاب حتى وقت تسجيل هذا الفيديو. ومن فيتنام إلى سلوفاكيا، هناك شركة تدعى كلاين فيجن، استطاعت صنع سيارة رياضية سريعة إلى طيارة في 3 دقائق فقط. أجل، ما سمعتوا صحيح، استطاعت شركة كلاين فيجن صنع سيارة وطائرة في نفس الوقت، وتم نشر التجربة قبل أيام. والسيارة تحتوي على مقعدين وتسمى إير كار. هل أعجبتكم السلسلة الجديدة على قناتكم ما لا يخطر على بالك؟ أخبرونا في قسم التعليقات، ومع السلامة.